السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي الحلوين يا سنة تالتة، وحشتونا كتير جدا جدا. معانا النهاردة مع آخر درس في يونت 2، ويلا بينا، ده أسهل درس موجود في يونت 2 يا سنة تالتة. يلا يا أصحابي، عندنا السي والكي يا أصحابي، اسمها ك ك ك ك ك، زي كلمة كيك، يعني your kill you shot. كيك كيك كيك، كلاك يعني ساعة حيطة. كلاك كلاك كلاك، سيك يعني مريض. سيك سيك سيك، بلاك لون أسود. بلاك بلاك بلاك، تك يعني بطة، بطة يا بطة. تك عرفنا يا اصحابي السي كي بتبقى ك ك. الاس كي بقى، ركز معايا كده، اس وكي اسمع، سك 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 عادي. سكيرت يعني جيبة. سكيرت سكيرت سكيرت، جيبة. سكين يعني جلد. سكين سكين سكين، يقفز بالحبل، ينط الحبل يعني. سكيب سكيب سكيب، سكاي يعني سماء. سكاي سكاي سكاي، عرفنا يا سنة تالتة الفرق بين السي كي والاس كي. فين اللايك بقى يا أصحاب؟ فين 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 اللايك؟ فين 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 اللايك؟ يلا نبدأ على طول في حاجة بمنتهى السهولة يا سنة تالتة، question mark أو علامة الاستفهام. علامة الاستفهام بنحطها آخر السؤال وخلاص كده يا سنة تالتة. زي مثلا عندي هنا، Does his stomach hurt؟ ده ايه؟ ده سؤال، فبروح حاطه question mark. اتفقنا كده؟ يلا نشوف اللي بعد كده يا اصحابي. تابعك معاك، دبر الصورة ويلا بسرعة مع بعضينا يا اصحابي. أول حاجة عندي ده اسمه ايه؟ بلاك بلاك، بس ايه؟ والكي بلاك يعني اسود. تمام. سك يعني مريض، عيان. سك سك سكيب، اس وكي سكيب، مش سي يا شباب، اس. انا عندي كيبورد معلق. سكاي سكاي، اتس اوكي. تمام كده، تمام. نشوف كده اللي بعد كده يا اصحابي. يلا يا اصحابي، دك فين الدك؟ ايوه يعني بطه يا بطه، ما احنا قايلين دك يا بطه يا بطه. سكين يعني جلد. سكين ماشي. طيب تعالوا كده لما نشوف الحل اللي بعد كده. ذا، خلاص انتوا فهمتوا. دك ده هي بطة يا بطة، ما ننساش. دك بطة يا بطة. دك ذا دك is black. نشوف اللي بعد كده، البنت دي تعمل ايه؟ The girl skips 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 يعني بتنط الحبل. in the garden بتنط الحبل في الجنينة، انا هتنط الحبل فين؟ تعالوا كده نقرا مع بعض ونشوف الحاجة المختلفة ايه عشان هنحط عليها سؤال. تعالوا كده، skip black sick duck تبقى sk and circle it. number two، oh sorry، kick sky sick duck sky sky skirt kick skin طبعا kick clock black sick skip. تمام، نشوف اللي بعد كده يا اصدقاء. هي ايه دي؟
تمام، يعني سما يعني سكاي. يلا نقول باي باي سكاي. شوف اللي بعد كده، جلد يعني سكين. الولد ده بيعمل ايه؟ شوت يا حنين، كيك. تمام، اتمنى يا سنة تالتة لغاية كده تكونوا فاهمين. شوف الحلقة اللي بعد كده، يلا كده يا اصحابي. ذا بوي ايه هنا؟ ذا بول كيكس. ذا بول يعني بيشوط الكوره. ذا ايه هنا؟ از فيري بريتي، يعني فيري بريتي اللي هي جميله جدا. سكيرت جيبه، جيبه دي جميله جدا. شوف اللي بعد كده يا اصدقاء، ده اسمها ايه دي؟ ايوه دا بطيبه. البنت دي بتعمل ايه؟ نط الحبل، سكيب. هي ايه دي؟ جيبة، سكيرت. انا عارفة ان انتوا شاطرين بجد يعني. القلم ده لونه اسود. لا برافو عليك. تمام، طبعا البانك تويت يا حنين، اول حرف لازم يكون كابيتال يا حنين. بس في عندي مشكلة هنا يا حنين بجد. ايه هي؟ تعالوا كده نقرا. Does his stomach hurt؟ يعني هل المعدة بتاعته بتوجعه؟ طبعا ده سؤال، احنا قايلين السؤال هنحط ايه؟ هنحط ايه؟ question mark. برافو عليكي يا حنين، question mark. بعد كده يا أصحابي بخطك الجميل هتكتب لي الجمل السؤال ده. How do you feel؟ How do you feel؟ تمام، خلصنا الدرس بتاعنا شرح وأسئلة، وكمان خلصنا اليونت بتاعتنا. أشوفكم إن شاء الله في يونت جديدة، ما تنساش اللايك. باي باي.